نذيع عليكم البيان التالي. أولا، تحذر كتائب شهداء القلمون الميليشيات الأسدية من التجرع على اقتحام أي من قرى القلمون أو قصفها وترويع الآمنين. ثانيا، إذا لم تنسحب عصابات الأسد فورا من جميع مناطق القلمون فإننا سنأخذ زمام المبادرة، وذلك بالتالي: أولا، تدمير خط الكهرباء الدولي بتدمير جميع الأبراج التي تمر في المنطقة وتقتطع أجزاء من أرضنا. ثانيا، تدمير محطة الأقمار الصناعية في معرض صيدنايا. ثالثا، نقل المعركة خلال ساعات إلى وسط العاصمة دمشق. رابعا، ضرب وتدمير جميع المقار الأمنية في منطقة القلمون والعاصمة، وقد أعذر من أنذر، والله على ما نقول شهيد. كتائب شهداء القلمون، الأربعاء 25/1/2012. عاشت سوريا، حرة أبيها.